الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع وإن على فراقك يا أبو البابا لمحزونون، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون. رحمك الله يا أبو البابا، وألهمنا وذويك جميل الصبر والسلوان، فوجعنا ويا لها من فاجعة نحن وذويك والعائلة التراجية والعائلة الرياضية بطيفها الواسع بفقدان واحد من أبنائها من أبطالها وجنودها المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم أبو البابا السعفي. والشهادة لله أن المرحوم عرف بيننا بدماثة خلقه وحسن معشره وطيب مجلسه وحواره. إنها فانية يا الله، إنها فانية يا الله، إنها فانية يا الله، فلا تشغلنا بها عنك ولا تقنتنا من رحمتك وعفوك ومغفرتك. وهذا عبدك ابن عبدك ابن أمتك يفترش منذ اليوم التراب ويلتحف اللحود، لا حول له ولا قوة. نسألك اللهم أن تثبته عند السؤال وتمد له في قبره مد بصره جاعلا منه روضة من رياض الجنة. الفقيد عباد الله ابن من أبناء العائلة التراجية حمل ألوانها وزاد عن حماها أين تدرج بكامل فئاتها ومراحلها السنية، يشهد الزمان والعشب والجماهير صولات المرحوم ووقوفه سدا عاليا منيعا في وجه هجوم الأهل ذات مباراة ظلت راسخة في الأذهان. تغادرنا يا أبو البابا، تغادرنا يا أبو البابا وأنت لم تكمل بعد عقدك الرابع من العمر، وبالأمس كنت بيننا ومنذ اليوم أنت فينا ذكرى لن يمحوها الزمن. وكم من فتاة أمس ضاحكا وأكفانه في الغيب تنسج، فاتعظوا يا أولي الألباب. الشهادة لله أن أبو البابا كان شديد الغيرة على التراجي متيما بحبها، يصارحنا في كل حين أنه على أتم الاستعداد للنزول للميدان الآن دفاعا عن ألوانها، ليس من باب الاستنقاص من زملائه اللاعبين بل رغبة في المعاضدة والشحن ومد يد العون. وهذا ابنه، وهذا ابنه يقف على قبره شبل ابن أسد على المسؤولين، والأقدار تسعفه حتى تقر عين والده به في قبره حين يراه يوما من الأيام حاملا لواء الترجي مدافعا عن ألوانها. الله أكبر. الشهادة لله، منذ أسبوع ذات مجلس تكلم أبو البابا بكل لوعة وحرقة مستحضرا ذكرى ابن عمه وأخيه من الرضاعة المغفور له بإذن الله عبد السلام السعفي، الشهيد عبد السلام السعفي، ذلك البطل الشهيد قاهر الجرذان في ملحمة بن قردان، الذي من فك أبو البابا يذكره في كل حين ووقت قائلا لي بالحرف الواحد مع حسين الكابسي وأمين التيفي وبسام جريدي وثلة من اللاعبين كنا موجودين: يا أستاذ لقد قتلوه، يا أستاذ لقد مات مغدورا كي لا يفصح عن يفضح تواطؤهم. وها أنك اليوم يا صديقي تلتحق به شهيد لقمة العيش يطلعك ربما على تفاصيل الملحمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نودعك أخانا وصديقنا إلى حين، فأنت سبقتنا ونحن لاحقوك. إخوتك بجمعية قدماء الترجي الرياضي لكرة القدم باقون على عهدك، تطوف بيننا روحك الجميلة. الله أكبر الله أكبر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ربي ثبته إن شاء الله.